أهلا بك في 2018. أصبح العالم يتطور بشكل سريع جدا لدرجة يصعب معها المتابعة الدائمة، حيث يتوصل العلماء والباحثون كل يوم تقريبا إلى تطورات جديدة في رحلتهم المستمرة لتحسين واستكشاف العالم. نقدم لكم اليوم بعض تطورات المجالات المختلفة المنتظر حدوثها في عام 2018. من المتوقع أن تطلق الهند في عام 2018 أول مهمة فضائية لها على سطح القمر، حيث أعلنت وكالة الفضاء الهندية آيسرو أن المركبة الفضائية تشاندريان 2 التي ستحاول إنزال مسبارين آليين إلى سطح القمر سوف تبدأ مهمتها في مارس من عام 2018. سيبدأ العلماء في عام 2018 مرحلة التجارب البشرية لتقنية كريسبر للتعديل الجينية التي تم اكتشافها منذ 8 سنوات فقط، لكنها بالفعل أصبحت أنجح تقنية في هذا المجال، حيث تمتلك إمكانيات هائلة للقضاء على الأمراض الوراثية تماماً بالإضافة إلى تطبيقات كثيرة أخرى. من المقرر أن تقوم وكالة ناسا الفضائية في عام 2018 بإطلاق مسبار إنسايت الآلية الذي سوف يهبط على كوكب المريخ من أجل استكشاف باطنه عن طريق تقصي الزلازل والطبقات السطحية والنقل والتاريخ الحراري في طبقة عمقها 16 قدماً. سيبدأ تطبيق التجارب التي تمت في عدة دول كبرى حول الاستزراع المائي خلال عام 2018، ومن المتوقع أن يوفر الاستزراع المائي أغلبية استهلاك العالم من المأكولات البحرية بحلول عام 2022. سوف تبدأ التجارب البشرية للقاح ضد مرض السكري من النوع الأول الذي يعاني منه ملايين من الأشخاص، ومن المفترض أن هذا اللقاح لا يعالج فقط المراحل المتقدمة والمعقدة من المرض، لكنه أيضا يتسبب بعكس العواقب التي جلبها السكري للفردة على مر السنين. خلال عام 2018 سوف يتجاوز عدد سكان العالم 7.6 مليار نسمة على حسب تقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة. من المعروف أن قيمة عملة البيتكوين الإلكترونية أصبحت عالية للغاية في الفترة الأخيرة، لدرجة أن سعرها الآن أصبح يعادل حوالي 18,000 دولار أمريكي، لكن هذه ليست النهاية، حيث يتوقع الخبراء أن هذه العملة ستستمر بالزيادة في عام 2018، وأن سعر العملة الواحد سيصل إلى 60,000 دولار. سوف يبدأ العلماء في حفر طبقة وشاح الأرض من أجل استكشاف تكوينها، ووشاح الأرض هي طبقة أرضية تحتية يبلغ سمكها نحو 40 كيلومترا، وتقع فوقها القشرة الأرضية التي نعيش عليها. من المتوقع وصول قمة المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى 5.2 مليون دولار، وهذا بالطبع رقم قياسي بالنسبة لمبيعات السيارات الكهربائية، ويعتقد الخبراء أن سوق هذه السيارات سوف يستمر في التوسع بشكل كبير في المستقبل. ستقوم دولة نيوزيلندا في عام 2018 بإغلاق آخر مولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم لديها، وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت الدولة أنها تنوي الاتجاه بشكل جدي إلى استخدام الطاقة المتجددة التي تأمل أن تبلغ نسبتها الإجمالية حوالي 90% بحلول عام 2025. من المعروف أن هناك الكثير من الجراحات التي يتم تنفيذها عن طريق الروبوت أو الإنسان الآلي، لكن من المنتظر أن تتقدم هذه التكنولوجيا بشكل أكبر في عام 2018، حيث من المتوقع أن يتم إجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة من قبل الروبوتات. أعلنت وكالة الفضاء اليابانية جاكسا عن خطتها لوضع مركبة فضائية بدون طيار على سطح القمر بحلول عام 2018، ومن الجدير بالذكر أنه إذا نجحت اليابان في هذا المسعى فإنها ستنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهم الدول الوحيدة التي استطاعت الهبوط بنجاح على القمر. تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نقطة اتصال واي فاي واحدة لكل 20 شخص بحلول عام 2018، وهذا بالطبع كثير للغاية، حيث كانت تبلغ أعداد نقاط الاتصال حوالي 47.7 مليون نقطة منذ حوالي 4 سنوات، لكنه من المنتظر أن يصل إلى 340 مليون نقطة في العام المقبل.
قررت دولة سنغافورة التوقف عن تسخير الطرق وتمهيدها لقيادة السيارات ابتداء من عام 2018، ويعد هذا الحظر جزءا من محاولة الدولة للحفاظ على الأراضي، حيث أصبح 12% من مساحة اليابسة فيها مأهول بالطرق. ومن المقرر أن تستثمر الدولة مليارات الدولارات في وسائل المواصلات العامة، لأن ذلك بالتأكيد سوف يساعد في نجاح هذه المبادرة. من المقرر أن يتوفر بالأسواق حبوب لمنع الحمل خاصة بالرجال، وقد عمل العلماء على هذه الأدوية لعدة سنوات، وتوصلوا في النهاية إلى حبوب غير هرمونية على عكس حبوب منع الحمل الخاصة بالنساء التي تعتمد دائما على التلاعب الهرموني. ستقوم وكالتي الفضاء الأوروبية واليابانية بالاشتراك معا في إطلاق قمر صناعي في مداره ومسبار فضائي إلى كوكب عطارد لتجميع كافة البيانات التي يمكن الحصول عليها، بالإضافة إلى الحصول على صور أفضل لهذا الكوكب الذي منع مكانه القريب من الشمس من تحقيق هذا الهدف من قبل. وسوف تستغرق المركبة الفضائية التي تدعى بيبي كولومبي حوالي 7 سنوات من أجل الوصول إلى الكوكب. من المتوقع أن يتم استئصال مرض شلل الأطفال على مستوى العالم بالكامل بحلول عام 2018، ويعود الفضل في هذا الانتصار إلى حملة قوية للغاية من أجل محاربة المرض استمرت حوالي 30 سنة، وشارك فيها العديد من المنظمات مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 84% من حركة تصفح الإنترنت سوف تأتي من مشاهدة مقاطع الفيديو فقط بحلول عام 2018، وأوضحت هذه الإحصائيات أيضاً أن بحلول 2018 ستنشأ معظم حركة تصفح الإنترنت أجهزة أخرى غير أجهزة الكمبيوتر الشخصية. سوف تبدأ مركبة أوزيريس ريكس الفضائية التابعة لوكالة ناسا مهمتها في استكشاف كويكب يسمى بينو في عام 2018، ومن المفترض أن تزور المركبة هذا الكويكب الذي يقع بالقرب من الأرض بهدف تجميع العينات حتى يتم دراستها بشكل مكثف. سيبدأ العلماء في اختبار تقنيات مكافحة الشيخوخة على البشر بحلول عام 2018، ومن المفترض أن تتسبب هذه التقنيات في عكس عملية الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين إصلاح الحمض النووي الذي تضرر من العمر أو الإشعاع.